صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1439 للهجرة. جاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وحيث أن يومي الجمعة والسبت يصادفان ضمن العطلة فيعوض عنهما بتمديد العطلة يومين آخرين.